السلام عليكم، تحية خاصة متتبعي السيمو الفاسي على منصات الفيسبوك والتيك توك والانستغرام. انتظروا برنامج جلسة مع ستار من تقديم السيمو الفاسي واخراج خويا زهير اخزو مدير قناة فيس بريس. وغادي يكون ان شاء الله البرنامج على قناة فيس بريس. وخليكم مع خويا زهير. شكرا لك اخويا سي محمد، شكرا متابعين الكرام، متابعين ديال جريده فيس بريس، وكذلك متابعين ديال الاخ سيمو الفاسي. حنايا في اطار او صدد انه كاين واحد البرنامج اللي حنا كنشتغلوا عليه حاليا، واللي هو غادي يعجب الجميع، اللي غادي يعجبه برنامج جلسه مع ستار. هذا البرنامج هذا ترقبوه برمضان كل يوم على الساعه 5 مساء ان شاء الله، ورمضان كريم للجميع. واش راكم مبروكه؟ واش كتمنوا ان شاء الله؟ انتظرونا في رمضان ان شاء الله.